لا هو انا هو نسأل حضرتك سؤال معلش واضح وصريح يا كابتن ناصر، هو حضرتك بعد ما الفار استدعى كابتن ابراهيم نور الدين وراح شاف اللعبه، هل من الطبيعي ان يتجاهل حاله الجذب لاي سبب من الاسباب؟ يعني هل في نص القانون او في اي حاله تسمح لحكم بتجاهل حاله جذب واضحه وصريحه مصر كلها شافتها؟ ولا لانه القصه مش قصه ركله جزاء، او القرار مش قرار ركله جزاء، فبالتالي غض النظر عن الواقعه من اساسها؟ سؤال مهم جدا، بس انا عاوز اوضح نقطه كابتن احمد، نقطه مهمه جدا. هل الفار هنا، ان الفار النهارده عشان يجيب الحكم لابد ان هو بيجيب له اكتر من زاويه عشان يقدر ياخد القرار اللي هو استحقها؟ أيوه. هل الفار كان عنده امكانيه ان هو يجيب الزاويه اللي بتوضح المخالفه؟ وده مهم جدا، نقطة مهمة عاوزين نتكلم فيها كابتن احمد. ليه؟ لأن أحيانا التقنية، احنا مشكلة الفار فيه ثلاث حاجات. احنا قلنا شركة النقل التلفزيوني دي واحدة، أيوة. نمرة اثنين اللجنة المشرفة أو الشركة المشرفة على تطبيق التقنية دي اثنين، نمرة ثلاثة الحكام. أنا النهاردة بتكلم في الفار، لما بتجيب الحكم وطبقا للبروتوكول من فضلك تجيب له الزاوية الواضحة اللي يقدر من خلالها ياخد القرار الصحيح. لان انا النهارده باجي كحكم بطلب منك اكتر من زاويه، لو انت حضرتك ما عندكش زوايا طب انت هتديني القرار ازاي؟ أيوة. اذا احنا النهارده بنتكلم في التقنيه بشكل عام، مش بس في الحكام الفار، لا بنتكلم في التقنيه، في التطبيق، في الكاميرات اللي موجوده في ميدان اللعب، بنتكلم في الشركه اللي هي مشرفه على تطبيق التقنيه، لابد ان هي توفر كل الامكانيات في ان انا كحكم لما بجيب الحكم من فضلك بتديني اكتر من زاويه، بتديني اللي هو الزوايا اللي فيها سرعه والزوايا اللي فيها 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 بطء، كل الكلام ده انا بطلبه في الدهون. انما انا شايف امبارح في حاله من الحالات اللي هي حصلت في نهايه المباراه، وكان هناك ركله جزاء، اعتقد من وجهه نظري الكل اجمع ان هناك ركله جزاء للنادي الاهلي. طب سؤال قانوني اسمح لي يا ساره، بس هسال في نفس جزئيه ضربه الجزاء دي، لو بدات المخالفه من خارج منطقه الجزاء واستمرت حاله الجذب والعرقله الى مداخل منطقه الجزاء ونتج عنها وقوع داخل المنطقه دي، تتحسب ايه في القانون يا كابتن ناصر؟ ممتاز يا كابتن، احنا قلنا المخالفه عندما يكون هناك شد ويمتد، الشد الحاجه الوحيده في القانون ان كان خارج منطقه الجزاء وامتد هذا الشد الى داخل منطقه الجزاء، طبقا للقانون الحكم بيحتسب المخالفه من داخل منطقه الجزاء. اما اذا كان هناك شد والشد تتوقف قبل منطقه الجزاء، طبعا بحسب ركله حره مباشره من بره منطقه الجزاء. حاله امبارح الشد امتد الى داخل منطقه الجزاء يا كابتن احمد، وبالتالي زي ما قلت حضرتك كانت حاله من الحالات اللي كان يجب عليه الحكم طبقا للقانون ان يحتسب ركله جزاء.